قصة نجاحكم الزوز انت وبنتك؟ عايش وفاء بعزاوي، أستاذ مدارس ابتدائية، متخرجة من مدارس الترشيح، وعديت سنة بكالوريا آداب دورة 2021 مع بنتي، لأنه كانت عندي طموح من الصغر نحب نقرأ في الجامعة، ولكن بما أني حاملة لشهادة ختم الدروس الترشيحية ما أمكن ليش باش نلتحق بالجامعة التونسية، لأنه مش من حق الترشيحيين حسب القانون اللي صادر على الرائد الرسمي باش نلتحقوا إلا ما نكونوا عندنا شهادة بكالوريا. وعليه قررت أني نخوض المعركة هذه، وفي تحدي لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وباستحقاق حبيت ناخذ شهادة البكالوريا متاعي، وتزامنت هذه مع بكالوريا بنتي، كانت محفز لي باش نخوض التجربة هذه. باش تحكي لنا على قرايتك، مراجعتك انت وبنتك، خليت فرد شعبة يظهر لي. احنا فرد شعبة وقرينا مع بعضنا وخذنا ريفيزيون مع بعضنا، معنا وليد يقرا معاها، كانت تجربة باهية ياسر حلوة، عشنا بين قوسين نفس الغصرات، معناها فينا نفكروا الاثنين في نفس الوقت، نفكروا في نفس الحاجة، الاثنين في نفس الوقت نحلوا في نفس الوضعية، الاثنين في نفس الوقت معناها نخدموا في معناها وتتعلموا من تجارب بعضكم. أكيد. انت كخبره مع البدايه، والحاجه الباهيه اني الحاجه اللي انا ناقصه فيها هي باهيه فيها، والحاجه اللي هي باهيه فيها انا ناقصه فيها، معناها عاوننا بعضنا. شنو عاونتها وشنو عاونتك؟ هي عاونتني في الانجليزي، خاطر احنا في الترشيح ما قريناش انجليزي، انا عاونتها شويه في الفرنسية خاطر انا معلمة فرنسي. ايوه فهمتي، فرنسي انجلي، فرنسي انجلي، هذه في الفلسفه العربيه قرب لبعضنا، معناها نتعاونوا في حويجات، ساعتها تعطيني فكره ساعتها نعطيها فكره. أيوة. معناها نعملوا الاضافه لبعضنا، تساندوا بعضكم. اكيد اكيد اكيد، تساندوا بعضنا، ساندنا بعضنا ووقفنا مع بعضنا. انا نهارت الفلسفه ما نجمش نكمل، خرجت العشره باش تفقدها. اي بس نحب نشوف هي خرجت ما خرجتش، خدمت ما خدمتش، ما نجمتش اول نهار اول حتى الدفوار على 4 سوايع خدمته فيه ساعتين وخرجت. فنسالوها هي اش كانت خدمتها. النتيجه البارح تستناو في نفس الاس ام اس. اي اي البارح نستناو في نفس الاس ام اس، انا في بالي العشيه والله ما فقتش بها، اللي هي الصباح هي راقده جاها الميساج، فقت به قرات وجاتني ما قلت له ميساجك اقرا ميساج، قلت شنو انت رجعت ساعه ولا ساعه، قول لي انت ايش عندك فيها، تقول لي رجعت، شوف انت روحك، شوف انت روحك الساعه سيري شوفوا لقينا معنا نجحنا زوز، كنت فرحه كبيره الحقيقه. شكون عند معدل اكثر حدا بعضنا ما نقولوش قرب برشا لبعضنا، مشنا بعاد قرب برشا لبعض، ما قلت هيك بدي انت خير لا قرب برشا لبعض. قصه النجاح ومراجعتك انت وزميلتك. انا فردوس شيف باك ليتر، وما حبت تعدي معايا وانا شجعتها برشا باش تونسني وتقرا معايا في كل شيء، ونقرا مع بعضنا حتى في الليتيوديت، نمشيو مع بعضنا نلبس مع بعضنا كل شيء انا وياها وطفل، وكهو معناها عشنا برشا حاجات صعاب وبرشا حاجات نضحكوا، نبدي ساعات نقرا ونضحكوا كهو. يمكن في الوضع الصحي الاستثنائي والبكالوريا السنة انه كي تلقى امك معاك باش تعدي معاك تتعاونوا اكثر، وربما سند نفسي ومعنوي. بيان سور على الاخر هي ما تخلينيش اللي ندبرم ولا نفشل، ولا ديما تعاونني وديما معايا وتقف معايا في كل شيء، مغالمون في كل شيء. الحقيقة عاونتها ولا معنا في حاجات صغار، ما هي عاونتني اكثر بالطبيعة، انا في حاجات صغار منهجية شوية كور في الانجلي، اللي معانا زاد طفل عاونها في الانجلي كهو. والحقيقة عندي بروفي بحبه برشا، حبيب الجناوي، هو اللي شجعها برشا باش قيدت في الليسية ذاك الليبر وباش نجمت تنجح كيما هكا، معناها خاطر كي ما قيدتش في الليسية الليبر ما تنجمش تتبع الكور وكل. وعندي زادة برشا بروفيتي بحبش نسمي برشا باش ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد، اما برشا بروفيتي وقفوا معايا وحبوني وكانت علاقتنا محلاها على الاخر، ويحبوا ماما برشا يجيو قريونا في الدار انا وياها كهو. لا تنسى
بعد البكالوريا تو نجح هذا شنو باش تقرا امك باش تحاول تقرا حاجه في اتجاه الحقوقي فتخطوا انا نحب نقرا تعليم في ترشيح في المهدية وباش ناخذ هذا نفس الكلاس اللي قراته هي باش هكا تجيني مسهله تخلي لي لي دوكيمون الكل كا معناها تروازيام فرونسي كان قبلوني على سكور في العادة لمات وهم ما يعديوش البكالوريا يبداو ستريسي يستريسوا الصغار برا ذي يقول لي انت ستريسيتها ولا لا بالعكس مانيش ستريسي زوزة كل اللي خاطر خدمنا برشا من اول عام عندنا ثقة اللي احنا باش ننجحوا وكل شيء اما اول نهار انا خديت موضوع النمذجة في الفلسفة وجاي موضوع الدولة قلت بازر ما خذيت الدولة كل اللي قعدت نخمم في موضوع الدولة زعما ما كيفاش تخدمه كيفاش خدمته أمينة خرجت في الوقت هو 4 ساعات خرجت بعد 3 ساعات ونص أما زاد خممت فيها كمان هي تخمم فيك خرجت قبلك تفكر فيك ما هي اللوم مش كيف وأنا قعدت نخمم زاد في كل دفار نقول ونقول بازر اختارت هذيك وتطلع اختارت بالحق الحاجة هذيك كهو أنا نخرج نلقاها في الدار قولها اش عملت تقولي انت اش عملت نقول انت اش عملت تقولي انت اش عملت كل واحده فينا تحب الاخرى تنجح انا كان نجحت وهي ما نجحتش تبقى فرحتي ناقصه ما نجحتش اللي كان تسمح لها كي نجحنا الزوز هذا الحمد لله حمد ربي نجحتوا الزوز شفنا حتى في تصاوركم انتم من المراجعه للاول نهار في البكالوريا ثم جو خاص تقول كيكم زوز صحبات معناها احنا راهو من قبل صحابك اللي برشا وقريبت لي ونحكي لها وماما حلاها وصفي جست سنة قربنا اكثر برشا لبعضنا على الاخر قربنا لبعضنا سنة كنا نقضوا فرد فرش ولينا ونبيت ونقوموا فرد وقت ونخرجوا فرد وقت ونعملوا كل شيء فرد وقت انا نبراس بالنسبة للموضوع متاع فردوس ان شاء الله مبروك اللي هي نجحت هذيك فرحة وحدها ساعة بالنسبة للموضوع متاع نجاح الوالدة حاجة ما تتوصفش معناها فهمتني توهية بكون كل قائل إنسان كان رايض على روحه معلم أستاذ اللي هو ستاتيو سوسيالي اللي جارونتي أموره مريض يجي يقوم يحل على روحه بوب لآخر كامل شانتي كامل ديجا معناتها في شطر الثنية في لحظات الضعف كما الناس كل يندم ساعات الواحد عليه شو العمل اللي عملتها في روحي وهندر شنو بون سوتيا مورال مش من فيها معناتها عليها بيصير ديما نقول لها راهو كذا راهو عادي راهو لحظه ضعف راهي شطر ثنيه راهو كذا راهي الفرحه من بعد راهو مستور راهو كذا وان بليس ما نصورهاش كانت تشجع برشا على الفكره هذه كان ما تزامنتش مع باك فردوس معناتها ديجا هي عندها برشا كانت نجم تعملها الحكايه ما عملتها كان كي جات مع فردوس واللي هي باك ليتر وقربوا برشا البعضهم معناتها واحدة هزت الأخرى وما كانتش سهلة الحقيقة معناتها ديجا فما كانت صعبة برشا كان فما مرض في الموضوع كان فما برشا حاجات أما في الأخر الحمد لله نجحوا هذه قعدت تبكي على المويان ما عجبهاش برشا ما يتغلفت معناتها في الأخر الفرحة والحمد لله وإن شاء الله أنا تعلمت حاجة إذا كنت تعلمت حاجة من الفل نحكي على القراية معناها مش الأهمية في المعدل الكبير الأهمية أنت شنو تحب وأنت توجه من بعد الباك خاطر الباك راهو ماله إلا بداية معناتها مش هذيك النهاية. أنت تقول هكا خاطر نجحت ب 17 معدل من البيلوت هكا. ومشيت أكاديمي. نظام حاسس مغمز. جو سوي فير باللي نعمل فيه مهما كان حاسيله هو تو نزلت هناك طويلة زادة قدامي وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وإن شاء الله مبروك علينا وكذا. ساعة سلامة درة الحقيقة التوافة ما تعبتنيش برشا ما فردة وسلولة شوي وأول عام وكل شيء ولا ما يسيلش ومالها كان فرحة وكل شيء ما كنت ستريسي برشا قبل بعامين بالرغم لأن ما زالي عامين على الباك ما ستريسيت برشا وكك كنت أبقى بحضهم كي حضروا البروفيت واستفدت برشا كك كل حفظته في مخي كانت استفادة الحقيقة تجربة كبيرة قلت لي تهدي نجاح متاعك هذي الشخص عزيز عليك اكيد النجاح هذايا نهديه لوالدتي امي لان هي اللي علمتنا ان نتحدوا وان نكون قويين وان اللي القرايه هي كل شيء في حياتنا علمتنا الاصرار علمتنا النجاح معنا الاصرار على النجاح تعلمناه على امي اللي وصلتنا عيلة كاملة ولحد الآن تقوم بنفس الدور مع أحفادها
إلى حد الآن تتابع مثلا بالتليفون، تتابع في بنتي شخذيت في العربية، قد شخذيت في الفلسفة، قادرة باش تجيبي معدل باهي، قادرة باش تنجحي، معناها هي محفز لنا الكل. مش كامل تقر، مش كامل تقر. أكيد أكيد، هو إصرار وتحدي أنا رفعته باش نكمل نقرأ. تقرأ علوم تربية ولا عند خيارات؟ والله أنا عندي زوز خيارات، علوم تربية في الأول وبعدين وإلا ولا دروا، ما زلت نخمن شوف أنا سكوري وين مش يهزني. التعليم هني سيء، عملت تجربة متاع تعليم، ماذا بين خوض تجربة أخرى في علاقة بالحقوق وبالقوانين وبي... عندي نظرة هكا بحكم أني مرأة تقدمية وبحكم أني مناضلة حقوقية أكيد، وبنت اليسار وبنت حزب العمال، أني عندي نظرة نحب نغير في المجتمع، نحب نغير بعض من بعض من خلال بعض القوانين، نحب نعمل حاجة، نحب نقدم حاجة.